بالفنان إيميل بشارة، أكثر من عمل بيشغله هالفترة. منقول لك كمان الحمد لله على السلامة، رجعت من جرش، مهرجان جرش. الله يسعدك شادي، الله يسلمك، شكرا. كيف كانت المشاركة في مهرجان جرش أنت والفنان لؤي سروجي؟ طبعا احنا نتشرف هالمشاركة، وكانت تجربة اللي هي استثنائية بمسيرتنا الفنية انه نوقف على هيك مسرح مهم بهاي الضخامة. بتخيل انه الطلعة لجرش من فرقة الناصر هي رح تفتح ابواب لكتير فنانين ببلادنا كمان يطلع جرش. كيف كان استقبال الناس اميل لوجودكم بجرش، خاصة انه في كتير فنانين واسماء لامعة الناس بشكل عام تروح لعندهن؟ طبعا صدفت انه بنفس اليوم كان في جورج وسطوف، احنا كان عندنا حضور منيح، طبعا مش حضور جورج وسطوف، بس احنا يعني المحتوى اللي قدمناه هو لا يقل عن اي فرقه بالعالم العربي، يعني حتى من المشاهير. شو قدمتوا نوعيه من الاغاني ايميل؟ قدمنا الاغنيه الكلاسيكيه العربيه، واحنا هذا هدفنا بالاوركسترا، نحافظ على الموروث تاعنا العربي ننقله للجيل الجاي. وقدمنا الاغنيه الشعبيه، وقدمنا الاغنيه قدمنا اغاني المصرويات، يعني قدمنا احنا لوننا كمان اللي هن بيعرفوهاش. اها، والجمهور مكون من مين؟ فلسطينيه اكثر ولا بشكل عام كيف حسيتوا؟ بتخيل انه 70% من سكان الاردن هن فلسطينيين، يعني اغلبهم فلسطينيين، يعني اي حدا كنا نسالهم شو اصلك يقول لنا فلسطيني. اها، تواصلوا معاكم على الاغاني؟ اكيد. عندك كمان عرض بالفتره الاخيره يعني بشوف عم تتجولوا، عبدويات نسبة لعبد الحليم حافظ. هي الفكرة اللي راح اشوف البوستر وراح اشوف انه عبد الحليم عبد الوهاب، بس الفكرة انه يعني هي عبدويات، انه كمان في عبد المطلب بالموضوع، كمان في اغاني خليجية مثل عبد الرب ادريس بالعرض، كان يعني هو كل حدا خصه بكلمة عبده، يعني محمد عبد الوهاب، عبد الحليم، عبد المطلب. العرض راح نعيده بحيفا لاول مرة، احنا الفرقة تاعتنا بحيفا ب18 ب18 بالأوديتوريوم يوم الجمعة. كان في عرض وين بالناصري قبل؟ كان في 3 عروض بالناصري، وقسم من هذا العرض اشتغلناه بجرش، وهي عم نتأمل انه ننشره بكل البلدات هون. ليش الاعتماد على فنان واحد بأمسي اللي هو الفنان لؤي سروجي؟ ما اخترته اكثر من، او ما اخترت اكثر من فنان؟ لا يعني انه مش انه يعني اللي ما اخترتنش يعني انه مش مناسبين، بس انه احنا بتعرف كيف بالاعمال الفنيه بالذات لما بكون في عمل بهاي الضخامه، يعني مهم جدا يكون في يعني علاقه شخصيه بين المدير الفرقه والمغني، وبكون تفاهم بكون مقتنع فيه، وكمان بشيء اللي هي يعني اعمق من انه مجرد بس نغني عمل وبدنا نشرك بس كمان فنانين. فهون احنا من تجربه شخصيه انا ولؤي، يعني في تفاهم بيناتكم. اكيد. حلو، احكي شوي كمان عن الموسيقى اللي انت بتقدمها ايميل. طبعا احنا تعرفنا على الموسيقى اللي قدمت لنا اياها بالبومك الاول لحظات ثمينة، عم بتشتغل على اعمال جديدة كمان؟ اكيد، الالبوم الثاني صار عم بجهز، يعني انا بعدني على الخط انه اجدد بالموسيقى، وانا بحب الموسيقى الشرقية كتير وكمان بحافظ عليها، بس انه كتير بحب التجديد، وكتير بحب انه اتقابل مع موسيقيين اللي هن يضيفولي على موسيقتي، ونبني موسيقى اللي هي معاصرة اللي هي موسيقى اليوم. راضي عن استقبال الناس للالبوم الاول، للموسيقى اللي قدمتها بالالبوم الاول، ولا توقعت اكتر؟ ما توقعتش اكتر، وراضي كتير، يعني الاقبال كتير منيح على الالبوم، والعروض اللي عملتها كانت كتير ناجحة، وانا بطمح للاكثر يعني. اما التوقعات دائما توقعاتي يعني بتكون للخير، اما بتوقعش دائما احسن شيء، يعني دائما عندي اني بدي هدف ازيد اكثر واكثر. بالنجاح فنان ايميل بشاره، وانبسطنا بوجودكم طبعا بمهرجان جرش، وبالنجاح كمان بكل الاعمال اللي بتقدمها بالفتره الاخيره. شكرا استاذ عزيز المميز، شكرا كثير. شكرا لك، الى اللقاء. باي باي.